عيطه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اليوم رانا معروضين في العرس نتاع وليد اسامه، وليد خونا سالم، هذا خونا كبير نحبوه ونعزوه ونقادروه بزاف بزاف. انا جيت من الجزائر، هذا جاء من مديه، هذا جاء من بلعباس، هذا من باتنا، هذا من سبيف، هذا احنا كاع احبابه وصحابنا، ولينا الشرف العظيم بزاف بزاف. هكذا كي جينا ورانا معاه ونطلبوا له الربح هكذا، وان شاء الله تزيد عنده ذريه صالحه. هذا واش نقولوا لوليدو، وان شاء الله يكون تكون هذه العروسه مبروكه عليه. هذا واش نقول خويا سليم من بلعباس. بمناسبه هذا الفرح نتمنى لهم الطيب لهنا ان شاء الله، وذريه صالحه، ونتمنى ان شاء الله يدوا يحجوه ويلسوه في الشيء اللي فات عليه باذن الله الرحمن الرحيم، وتكون ليه حاجه صالحه باذن الله ليه والمجتمع ان شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله كلينا شربنا الحمد لله يا ربي، الله يعمرها خيمه، كفى ووفى، والناس تضحك وتفرح، وخونا نور الدين يزيد يقول له كلمه. مبروك لوليدنا اسامه، وان شاء الله ربي يدوم بيناتهم، ومبروك عليهم وشكرا. استاذ نمبر 1، استاذ نمبر 2، عمي سالم. هي عمي سالم، انا نقول لك كلمه سالم. السلام عليكم. اولا رانا عند عمي سالم، عمي سالم ربي يحفظه ربي يبارك فيه، اولا على حسن الضيافه حطنا هنا يا ربي يحفظه. ما قلناه ما كان اوكيبي تورطو مشغول مع العز، فوزونطو يعيط وراكم والدري كليتو ما كليتوش مطو. ربي يحفظك عمي سالم وربي يبارك لك اللي بقاو. خونا اسامه ان شاء الله ربي يجمع ما بيناتكم بالخير ان شاء الله، ربي ان شاء الله يرزقكم الذريه الصالحه وطول العشر ان شاء الله، ربي يحفظك عمي سالم. كلمه للاستاذ العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا عند خونا سالم بمناسبه عرس وليد اسامه، رانا راغب كاع العائله، راغب كاع الاحباب، حنا رانا في واحد العامين وهذا ما تعقلناش. اليوم رانا عند خونا سالم، حنا نقولوا ان شاء الله بارك الله فيه، كلينا وشربنا. قول قول زيد قول زيد قول زيد قول زيد قول. اوه لا ما تحبسنيش، خلي نتمنوا نتمنوا له ذريه صالحه ان شاء الله، وربي يهنيه ان شاء الله. لا لا نتمنوا كل خير لعمنا سليم ولعمنا الحج ان شاء الله. تحيا عمي سليم، تحيا عمي سليم، تحيا عمي سليم.